دكتور. شوف اللي قلت لك، الامريكان والغرب بالنسبه للدول مجلس التعاون اصدقاء وحلفاء ولهم دور نحن لا ننساه في حرب تحرير الكويت، وبالتالي هذا الموضوع يعني ما عليه نقاش. لكن قلنا ونكرر انه لنا مصالح مع الاخرين، بالعكس هذه المصالح تفيد. يعني شوف السعوديين توسطوا في اوكرانيا مع روسيا لاطلاق سراح ناس معتقلين ومنهم مواطنين امريكان، وبالتالي يعني هذه علاقات طيبه مع الاخرين. السعوديين رفضوا الطلبات الامريكيه بزياده الانتاج النفطي عندما جاء الرئيس الامريكي الى جده، وذلك احتراما للعلاقه مع روسيا التي هي عضو رئيسي في اوبك بلس، وبالتالي الاوامر لم تعد يعني مثل ما يرى البعض انه والله ممكن تمشي على الخليجيين. لا، الصين الحقيقه دوله كبيره وضامنه الان، وهي تتحمل عبء كبير بضبط ايقاع الحقيقه العلاقه ما بين الدول المتعاقده حاليا. هذا طبعا يتطلب منها ان تكون اكثر حضورا في المستقبل. ليس لي علاقه انه والله وجهت ضربه او ما وجهت، هذا موضوع اخر. يعني علاقة الأمريكان فينا قلنا قديمة وموجودة، ولكن الصين أيضا لنا علاقات تجارية وطيبة، وهذه حقيقة تخفف حتى من حالة التوتر حتى مع الأمريكان ما بين الصين. والأمريكان هم الذين بدأوا في عهد نيكسون في إقامة علاقات مع الصين، وتنكروا لتايوان التي كانت بالنسبة لهم تمثل الأمة الصينية في ذلك الوقت، و ذلك انطلاقا من المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ولدينا نحن مصالحنا التي نتبادلها مع كل الأطراف، وممكن أن نلبي معظم طلبات كل الأطراف، لأننا ننوي أيضا مثل ما قال أيضا الأمير السعودي ولي العهد السعودي أنه نحول هذه المنطقة إلى شرق أوسط جديد مختلف عن أوروبا جديدة في الشرق الأوسط مختلفة عن الأوضاع دكتور المتخلفة في دكتور عايد الحالية.